اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد. كله كويس والله الحمد. اولا رايك في قرارات اتحاد كره اولا رايك في اللي فات ورايك في قرارات اتحاد كره القدم النهارده فيما يخص روي فيتوريا مثلا واقالته هو وجهازه الفني المعاون والاداري طبعا. شوف خلينا اقول لك انا كان ليا راي في فيتوريا من اول ما جه. صحيح على معانا ورايي على الملأ ان هو مدرب نادي وليس منتخب. صح. وفي فرق كبير قوي بين مدرب المنتخب ومدرب النادي. صحيح. انا في توريا اعرفه كويس قوي لانه كان بيدرب النصر السعودي. ايوه. ويمكن عمل نتائج جيده جدا مع النصر السعودي وكسب دوري. يوم لما جه في توريا انا يمكن كمان كنت اتكلمت مع مسؤول من المسؤولين اللي كانوا بيتكلموا مع فيتوريا، قلت له خلي بالك ان هو مدرب نادي وليس منتخب. كتير من الناس لما كنت اقول الكلمه دي يقول لي يعني ايه مدرب نادي ومدرب منتخب؟ لا، فرق كبير. مدرب النادي باختصار كده، مدرب النادي ده المدرب اللي بيلعب بالقماشه اللي عنده جوه النادي، فبيلعب بالطريقه اللي تناسب قماشه اللعب. انا بتكلم بلغه الكوره. اما مدرب المنتخب بيلعب باحدث الطرق لانه بيبقى بيختار من دوله كامله. المدرب المنتخب اللي بيعرف يعمل سيستم لكل مباراه، مش كل مباراه وليا رجالها، يعني كل مباراه وليا رجالته، يعني بمعنى انك انت ممكن العبك النهارده المباراه دي وتأدي كويس قوي المباراه الثانيه، مش لازم تكون اساسي، ممكن تبقى احتياطي المباراه الثانيه. ده مدرب المنتخب. مدرب المنتخب اللي ما بيجهزش اللعيبه، اللي بيجي له جاهزين من النادي والانديه والدوري اللي بيلعبوا فيه، وبعدين هو مدرب المنتخب اللي بيعمل يتفرج على الفرقه اللي هتلعبه وبعدين يقرر. كل الحاجات دي مش عند فيتوريا. فيتوريا حتى قراراته كانت قرارات كلها انديه، بمعنى انه مصمم على لعيبه. حته انك انت تصمم على لعيبه في منتخب من المنتخبات، فدي ما فيش حاجه اسمها ثبات تشكيل في منتخب. كمان خلي بالك هو يمكن من المدربين يمكن كان عنده دفعات كتير قوي فنيه. يكفي يا كابتن، انا وجهه نظري وبرضو اعرف راي حضرتك، يكفي اختياره للمهند لاشين ان هو ينزل في الدقيقه 115 وما يلعبوش البنات، ما يلعبوش الضربات الجزاء. يعني انا امبارح في مباراه الراس الاخضر امبارح مع جنوب افريقيا، احنا قاعدين بتاع انا و10 5 6 7 10 اصحابنا قاعدين، فالراجل بتاع الراس الاخضر بينزل لعيب في الدقيقه 117 اللي ليه في الكره واللي مالوش في الكره. قال لك ايه؟ انه هيشوط بنالتي. ما هو دي اهو، هو كان رقم 19. لا انا بسالك بقى هنا. طب لو ابو جبل جاب دي مهند هيلعب الثاني؟ على يعني رايك صحيح. يعني انا قصدي اقول لك حضرتك، لا بس برضه رقم 19 اللي نزل امبارح في الراس الاخضر، لا لازم كان هيشوط من الخمسه. كل العشرة اللي قاعدين قالوا ايه؟ ان ده منزله عشان يشوط ضربات الجزاء. اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. اكيد. نزل شاط وشاط الرابعه اللي هي دخلت، يعني هم الثلاثه الاولانيين ضاعوا امبارح في مباراه الراس الاخضر، الرابعه دخلت هو اللي جابها. انا اقول لك حاجه، مهند لاشين لما جم ينزلوه ما لقوش على الدكه، جابوه من جوه، كان في الحمام حاجه كده قالوا لي. يعني دي من الحاجات. لا بص تمام، انا اقول لك، انا اقصد اقول لحضرتك حتى تفكيره في المباراه لم يكن جيدا. هو ما بيفكرش في بطولات مجمعه لانه مدرب نادي. اوكي. هو ما يقدرش يشتغل على بطولات مجمعه. يعني هم هل اخطاوا ان هم جابوا مدرب؟ بس خلي بالك احنا في الاول كنا بنقول ان هو له ارقام جيده وكذا وكذا، بس دايما الحقيقه كانت ارقام جيده في ايه؟ دايما كان تعليق حضرتك وكل المجموعه اللي بتحلل في هذا الامر كانوا دايما تعليقهم ان هو مدرب نادي وليس مدرب منتخب. دي حقيقه، دي حقيقه، لانه كمان المعطيات اللي عملها في المباريات اللي لعبناها في كاس افريقيا تحس ان هو مش قاري الفرق الاخرى. يعني هو الفعل لا ما درسهاش، مش رد الفعل. صح. كرة القدم دلوقتي حتى لو انت النادي الاعرق والاكبر لازم تدرس الفرقة اللي قدامك. صحيح. عشان تعرف تجهز عليها ازاي. لكن انت لو ما اتفرجتش عليهم، اتفرجت على فيديوهاتهم، اتفرجت على التاكتكس بتاعهم والجمل المتقررة بتاعتهم، وانك انت هتلاعب مين علشان يلعب كذا. يعني انا عاوز اقول لك حاجة، عمر مرموش مثلا انا بعتبر من افضل اللعيبة اللي في منتخب مصر في الوقت الحالي. حقيقي. ما بدأش المباراة الأولى، نزل كسر الدنيا، لعب المباراة الثانية كسر الدنيا، ما بدأش المباراة الثالثة. هي قناعات مدرب نادي وليس مدرب منتخب. أوكي. يعني في مقولة أنا شايف الناس كلها ولك إحنا محتاجين محمد صلاح. أنت محتاج محمد صلاح؟ أنت مش محتاج محمد صلاح، أنت محتاج الإصلاح مش محمد صلاح. الإصلاح في الكورة نفسها. نعم. في السيستم نفسه. أوكي. محمد صلاح أو متواجد عندنا
لكن احتياجك ليه بس انت ماشي. محتاج الاصلاح صحيح. ولكن تصلح ازاي المنظومه صحيح. ولكن عندما نتكلم في هذا الامر هقول لك ايه؟ هقول لك ما هو انا كاداره عملت ايه؟ تفاوضت مع يواكيم لوف المدير الفني الكبير للمنتخب الالماني. وانا يعني يمكن من الحاجات اللي انا عرفتها النهارده وبقول لك انا سمعت فويس نوت من تاكيد هذا الرجل بوجوده وفجاه قال لا انا مش جاي. فبالتالي انا هنا ارتبكت كاداره اتحاد، رجعت تاني لما يجي لي واحد بهذا بهذه الارقام على الرغم من ان كان هناك عليه تحفظ كبير من ناس كتيره جدا من محللين اتسالوا كتير جدا وحضرتك دايما كنت بتقول هذه الكلمه ان هو مدرب نادي. فقال لك الارقام بتاعته بتقول ان هو كويس. ايوه كويس في ايه؟ في المنتخب؟ ما هو ما دربش منتخب. طب معلش يا كابتن يعني ايه مدرب؟ ما هو في الاخر مدربين المنتخبات ما هي مدربين انديه. لا طلعت من الانديه للمنتخبات. لا هقول لك حاجه. فهمني. تعال نتكلم على على فكره انا بسال اسئله الناس. يعني تعال نتكلم على انشيلوتي. ما بيمسكش منتخب. لا كان رايح مورينيو. ده كان رايح أيوة. منتخب البرازيل. يروح منتخب البرازيل. ولكن ما حدش هم ريال مدريد اللي ما وافقش. هو كانت كلام وما كملش. لا 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 لا. اوكي. لا راجل لكن هو مرن لكن ماشي. لا انا بتكلم ايه يا كابتن اسلام؟ انا عاوز اقول حاجه. اتفضل. انت دلوقتي انت عارف ان مدربين الانديه اغلى من المدربين المنتخبات؟ والله؟ ارقام طبعا. اوكي. يعني انت المنتخب الايطالي اللي بيدربه ممكن يكون بيقبض له مليون دولار او مليون يورو او 2 مليون يورو في السنه. لكن المدرب النادي الميلان ممكن ياخد له 12 مليون في السنه. فخلي بالك دي واحد. لكن هي مش الناحيه الماديه بس، لا انا بكلمك على ان راجل مدرب انا لما بشتغل يوميا وبفكر يوميا فانا مدرب نادي. صحيح. اللي هو بعمل لعيب كره بشتغل عليه على احتياجاتي، عنده دفوات ممكن اصلحها له لانه قاعد معايا، عنده ناحيه شخصيه ضعيفه ممكن ازود شويه فيها لانه قاعد يوميا معايا، كل يوم بتعامل معاه، لكن مدرب المنتخب ما بيتعاملش مع اللعيبه الا انت لما بيقولوا المنتخب، وبيقولوا المنتخب طيب قبليها باسبوع صحيح قبليها بثلاث اربع ايام.